السلام عليكم ورحمة الله. مسائية السبت من قناة الوطنية، استهلها معكم كالمعتاد بأبرز العناوين. وزير الاقتصاد والمالية يستضيف وفدا من البنك الدولي، وخيارات الشريك الاستراتيجي تتصدر جدول اللقاء. أنصار الدين تتبنى تفجير كاندي، وخيوط التحقيق تقود الانتحاري الموريتاني. حملة الحريات بموريتانيا تجمع التوقيعات لإطلاق سراح بيرام ورفاقه. في ظل سنة للتعليم إعدادية روسو، صرح علمي تتهدده النواقص والمعاناة. وفي حدثنا الأبرز تتابعون: إلغاء التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ بين الصلاحيات التشريعية والاجتهادات القانونية. أهلا بكم. عقد وزير الاقتصاد والمالية المختار ولجاي صباح اليوم السبت بقاعة الاجتماعات بالوزارة في نواكشوط اجتماعا مع فريق من المديرين التنفيذيين أعضاء مجلس إدارة البنك الدولي الذين يقومون حاليا بزيارة لموريتانيا. وخصص الاجتماع لعرض ومناقشة محاور التعاون بين بلادنا وهذا الشريك الاستراتيجي. حسب مصادر الوزارة فإن هذه الزيارة مكنت الوفد من الوقوف ميدانيا على المشاريع والبرامج التي تم تمولها مجموعة البنك الدولي في موريتانيا والاطلاع على تقدمها وكذا الإصلاحات الاقتصادية المقام بها. وأضافت نفس المصادر أن الوفد أشاد بالنتائج القيمة التي قيم بها لدفع التنمية الاقتصادية في البلد. رفض المجلس الدستوري الموريتاني ببعض المواد التي تضمنها قانون التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ ومدة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية والذي صادق عليه البرلمان. واعترض المجلس على مضمون عدد من المواد بحجة عدم دستوريتها. وسنعود لهذا الخبر بشيء من التفصيل في فقرة الحدث الأبرزي بحول الله. تبنت جماعة أنصار الدين الناشطة في الشمال المالي بشكل رسمي عملية الهجوم على القاعدة العسكرية المعروفة بكاندي في مدينة كيدال، كاشفة النقابة عن هوية منفذ الهجوم بسيارة المفخخة، وهو الموريتاني محمد عبد الله والحذيفة الحسني المعروف بالربيع الشنقيطي. قالت الجماعة في بيان أرسلته لوكالة الأخبار إن العملية جاءت ثأرا لنبينا صلى الله عليه وسلم وانتقاما للمسلمين المظلومين في كل مكان وسعيا لتحرير أراضينا وإخراج الغزاة الصليبيين المحتلين. لحسن محمد رمين. تحت وقع التفجيرات تداعت أركان القاعدة العسكرية الأممية المعروفة بكاندي، وفي فخ الكمائن سقطت كل الترتيبات الأمنية والاستخباراتية لأكبر قوة أممية لحفظ السلام حين لبس ملثم الصحراء المالية ليلها الحالك وتحولوا بقدرة قادر إلى أشباح عجزت كل وسائل المراقبة اللوجستية لقوات الجمهورية الخامسة عن كشفها. شاحنة محملة بأطنان المتفجرات وسائق تتقاسم ملامحه شدة الصحراء وتشدد الحركات الإسلامية القابعة فيها، ذلك هو كل ما توصلت به أجهزة الرادار الرقابي لمعسكر كاندي الفرنسي بساعات بعد التفجير. ظلت تفاصيل العملية مجهولة، وظل سرها دفين الصحراء المالية التي كادت تبتلع الفاعل والمفعول به لولا أن جاء البيان واضح المعالم من حركة أنصار الدين التي تبنت العملية ووصفتها بالنوعية. الجديد في الأمر هذه المرة يتجاوز حرب العصابات التي باتت تعج بها الحدود المالية وشمالها المنكوب إلى نبأ آخر كانت له تداعياته على الماليين وجوارهم. فالرواية القادمة من شرف القيادة في حركة أنصار الدين تقول بأن الفاعل موريتاني تشرب الحركة وفكرها منذ عام 2012 وانخرط في صفوفها تحت مسمى محمد عبد الله والحذيفة الملقب بالربيع الشنقيطي والبالغ من العمر 40 عاما ونيفا. أول مقاتل من خارج مالي تعلن حركة أنصار الدين عن مشاركته في عملياتها داخل مالي، حيث دأبت على إعلان نفسها حركة محلية تسعى لتطبيق الشريعة في المناطق المالية وأرسلت رسائل تهدئة لدول الجوار. وسبق لولي الحذيفة أن تزوج في موريتانيا وله أبناء فيها
كما أنه كان متزوجا في الشمال المالي وله أبناء هناك. مصادر أخرى مقربة من جماعة أنصار الدين أكدت أنه سعى منذ فترة لدى قيادة الجماعة لتكليفه بقيادة سيارة متفجرة ضد القوات الأممية في الشمال المالي. الحادثة بكل تفاصيلها تدق إسفينا جديدا في نعش السلام المالي المفقود منذ سنين، وتضع القوات الأممية على محك المواجهة مع عدو مجهول الملامح خفي الأسرار. لقناة الوطنية، لحسن محمد لمين. وقعت مجموعة كبيرة من رؤساء الأحزاب السياسية عريضة مطلبية قدمتها حملة الحريات بموريتانيا للمطالبة بإطلاق سراح بيرام ولداه العبيدي ونائبه إبراهيم والبلال وحماية الحريات العامة في موريتانيا. وقد شملت هذه التوقيعات شخصيات سياسية كبيرة ومعروفة، وتستمر الحملة في جمع توقيعات سياسيين والنقابيين والبرلمانيين والإعلاميين والحقوقيين والأدباء وغيرهم من الفاعلين في الساحة الوطنية من أجل نفس الغرض. وحذرت حملة الحريات في موريتانيا ما أسمته ازدياد موجات جمع المتظاهرين مؤخرا واختطاف المحتجين والتنكيل بهم، مثل ما يقع ووقع مع طلاب الجامعات المحتجين للمطالبة بتوفير النقل ومتظاهري حركة إيرا المطالبين بإطلاق سراح بيرام ونائبه، وأخيرا قمع الشباب المطالب بإنصاف طلاب مدرسة نسيبة الذين تم حرمانهم من تصفيات قناة جي وغيرها من الأنشطة التي تم قمعها. احتج اليوم أهالي مدينة جيغني في ولاية الحوض الشرقي احتجاجا على استمرار إغلاق فرع معهد ورش في المدينة، ومتهمين جهات عليا بالسعي إلى مضايقة المعاهد القرآنية ومنع الأهالي من الاستفادة من دور هذه المعاهد في تحفيظ القرآن الكريم. وشارك في وقفة احتجاجية نظمها الأهالي العشرات من سكان جيغني رافعين شعارات ومرددين هتافات تنتقد استمرار إغلاق فرع معهد ورش. أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حزب الحضارة والتنمية سعد بن عبد الله بن بيا استقالته رسميا من الحزب الذي يعد من قياداته. قال بن بيا في نص استقالته إنه وبحكم القناعة بأولوية جدوائية الفعل منها هذا الفعل والتي تستمد روحها من جملة المبادئ المتفق عليها والجامعة لأعضاء الحزب، نجد عدم التنظيمي الذي يحويها أمر لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال، ونعتبر أن مسايرة هذا الواقع الداخلي للحزب هي نوع من العبث بمصير ما نقدمه وما نهدف إليه. عثر زوال اليوم على جثة في أحد المنازل في حي فم الباز بالعاصمة الاقتصادية نواذيبو لرجل في عقده الخامس. وقالت مصادر مطلعة لوكالة الأخبار إن الرجل عثر عليه معلقا بلثام وقد فارق الحياة، مما يطرح فرضية الانتحار. ويدعى ماء العينين والبيروك وهو من موالد 1965 في مدينة أطار. أشادت وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية هندو منتعينين بالجهود التي بذلها الباحث الفرنسي لوجي سيرج روبير وأعضاء فريقه الذي عكف معه على تحديد المواقع الأثرية في موريتانيا. وقالت بنتعينين تعليقا على محاضرات ألقاها الباحث أمس الجمعة إن جهود الفريق الذي قاده روبير تكللت بالنجاح من خلال اكتشاف موقعين هامين هما أودغست وكومبي صالح، مما كان له لاحقا الأثر الإيجابي في مواصلة البحث عن مواقع ومدن أخرى اندثرت ولم يبق منها إلا آثار بنايات وشوارع تحت الأرض. تعيش إعدادية روسو وضعا صعبا نتيجة النواقص المتعددة في المجالات الخدمية والدراسية للإعدادية. المقبول العويسي تفتح نافذة على الوضع التعليمي للإعدادية. جديد يمر على إعلان 2015 سنة تعليمية بامتياز، وكأن بعض المؤسسات التعليمية مستثناة من القرار، أقسام متهالكة وأخرى قيد الإنجاز منذ فترة طويلة وإن لم تبنى على المعايير المطلوبة. إعدادية روسو مثالا حيا على ذلك النوع من المؤسسات مع بعض النواقص الأخرى التي يعاني منها العاملون في تلك الإعدادية. هذه جماعة العقدويون، نحن فماتي مطالب متعددة ضمنها أول بعد قاعدين قالوا الترسيم، فم قرار صادم الرئيس الجمهورية في ترسيم العقدويين والأخرق، إذا ما السبب ندروا يخرق ونثمنوا هذا البناية الجديدة إعادة بناء الإعدادية اللي جهد كبير يشكر ويذكر لقطع
إلا أن ما زالت بقية منه ما هات مسألة أن هذه الأقسام الـ 12 اللي ما زالت فيها مسألة فيها إصلاحات وراي إن شاء الله أن نشبر قريب. تلاميذ إعدادية روسو يبدون أكثر تفاؤلا من الطاقم الرسمي، ولعلها بركة الحديث طالتهم. اللهم اجعل كل أرض لأهلها شام. السنة الماضية تبارك الله كانت سنة صعبة، ويسان تبارك الله سنة ما شاء الله تبارك الله زين الحمد لله، ننطل الحمد لله سامنا يسكا ديزي الحمد لله. نهدى الكاتري ما يسدى في إعدادية روسة جيت طاري لله أسبوعين هنا نقرأي زين لباس ما شاء الله لله أسبوعين هنا طاري ونقرأي زين ما شاء الله. هو إذن قطاع يحتاج للكثير من الجد وتكاثف الجهود من أجل النهوض به وإصلاحه، وإن تطلب ذلك تغيير الخطة التي اتخذت سابقا والتي لم تحدث تغييرا يذكر حسب المتخصصين في الأمر. المقبول العويسي، الوطنية. أما الآن فنتحول إلى فقرة الحدث الأبرز مع الأحسن محمد رمين. طلبت منظمة هيومن رايتس واتش الحكومة الإماراتية بالكشف عن مصير الصحابي الأردني تيسير النجار الذي أوقف في الإمارات منذ حوالي شهرين، وطلبت منظمة السلطات بالسماح للصحابيين وذويه بزيارته، مشيرة إلى أن عدم تواصل من العالم الخارجي يزيد فرص تعرضه لسوء المعاملة. وقال الباحث في هيومن رايتس واتش آدم أغول إنها لم تطلع على أسباب توقيفه. أصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت في مناطق عدة من الضفة الغربية بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين، وقد خرجوا في مسيرات تضامنية مع المعتقل المضرب عن الطعام محمد الفيض. ففي قرية بلعين أصيب طفل برصاصة في الرأس خلال مواجهات على مدخل القرية، وقالت مصادر طبية فلسطينية إنه في حالة خطرة. أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت تسليم سلطة التشريع للبرلمان المنتخب بعد إصدار مئات القوانين في غياب انعقاده. وانتخب البرلمان الجديد إثر عملية اقتراع طويلة على مرحلتين، وانتهت العملية في كانون الأول الماضي. بلغت نسبة المشاركة بها 3.28%، وهي نسبة ضعيفة عكست عدم الاكتراث العام بانتخابات اعتبر الخبراء أن نتيجتها محسومة سلبا لصالح أنصار السيسي. أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن اعتقاده بأن بلاده تستطيع التعاون مع السعودية بشأن النزاع في سوريا والتهديدات المشتركة، ومن بينها تهديد تنظيم الدولة الإسلامية داعش. وأكد ظريف في مؤتمر ميونخ للأمن اعتقاده أن لا شيء في المنطقة يمنع إيران والسعودية من العمل معا لتحقيق مستقبل أفضل للجميع. نشرت السلطات البرازيلية ما يزيد عن 200,000 جندي في أنحاء البلاد في إطار إجراءاتها لمواجهة فيروس زيكا، ومن المقرر أن يزور الجنود ملايين المنازل للتوعية بأخطار هذا المرض. شكرا جزيلا لك الأحسن محمد رمين. لم يتبقى من المساء إلا التذكير بأبرز العناوين. وزير الاقتصاد والمالية يستضيف وفدا من البنك الدولي وخيارات الشريك الاستراتيجي تتصدر جدول اللقاء. أنصار الدين تتبنى تفجير كاندي وخيوط التحقيق تقود الانتحاريين موريتاني. حملة الحريات بموريتانيا تجمع التوقيعات لإطلاق سراح برام ورفاقه. في ظل سنة للتعليم إعدادية روسو صرح علمي تتهدده النواقص والمعاناة. في حدثنا الأبرز تابعتم إلغاء التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ بين الصلاحيات التشريعية والاجتهادات القانونية. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وفي أمان الله.